أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، أتساءل عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرمينيا، أهمية هذه الزيارة خاصة أنها الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا، وتعد النقطة الثالثة في جولة الرئيس الآسيوية. بالتأكيد طبعا، يعني أرمينيا وأذربيجان، ويعني برضو أول رئيس مصري يزور أذربيجان رئيس عبد الفتاح السيسي، وأرمينيا نفس الشيء. والعلاقة طبعا إن أرمينيا ومصر، والأرمن في مصر لهم وجود كبير، والعلاقة الشراكات الاقتصادية والتجارية مستمرة. في تفاصيل كثيرة يمكن النظر إليها في هذه الجولة الحقيقة، من الهند إلى أذربيجان إلى أرمينيا، في ظل تحولات موجودة في العالم. أعتقد إنه مصر بتبني سياستها الخارجية على شراكة وتعاون وتوسيع أفق التعاون الاقتصادي وتسويق الاستثمارات في مصر، ومصر لديها تجربة ناشئة قوية في بنية أساسية، في مناطق صناعية، في منطقة قناة السويس، في صناعات مختلفة. وأذربيجان أو أرمينيا وقبلها الهند، هناك دائما تعاون، يمكن أن يكون تعاون في الزراعة، تعاون في التبادل التجاري، تعاون في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، تعاون حتى في التكنولوجيا وفي تبادل الخبرات المختلفة. فكل هذه الأمور أعتقد مفيدة جدا. في شركات كثيرة من أرمينيا تعمل في مصر في استثمارات وتبادل تجاري، في الزراعة، في اللحوم، في المنتجات الزراعية. كل دي أمور أعتقد بتمثل نقطة مهمة، خاصة أن احنا في هذا الوقت في ظل أزمة عالمية، في ظل انشغالات الدول الكبرى ووجود استقطابات، مصر دائما بتسعى لإقامة علاقات متوازنة وقادرة على بناء يعني مصالح مشتركة لكل الأطراف. وفي نفس الوقت هناك تجربة مصرية لافتة تجذب استثمارات أو تجذب أطراف مختلفة، في تسهيلات للاستثمار في مصر، في تعاون مختلف في اللي حصل في أذربيجان، مباحثات الرئيس أعتقد نفس الشيء يتكرر في أرمينيا وقبلها الهند، في جولة مهمة ويعني أعتقد عوائدها ستكون جيدة جدا. نعم، انفتاح مصر الدائم في سياستها الخارجية على مختلف الدول، وهذه المرة الاتجاه لناحية آسيا الوسطى، أهمية ذلك أيضا ودلالاته سياسيا وليس اقتصاديا فقط كما تحدثت أستاذ أكرم. يعني بالتأكيد زي ما احنا أشرنا، في تحولات كبيرة في العالم، في استقطاب وحرب باردة وساخنة تدور من روسيا وأوكرانيا في أوروبا، في توترات مختلفة. أعتقد أنه مصر على مدى السنوات الأخيرة مع الرئيس السيسي بتبني علاقاتها على شراكات وتعاون وبناء أفق مختلفة. أولا بتدخل في كافة التحالفات الاقتصادية أو التعاون بالذات والشراكة، بتدفع دائما تطرح فكري انه المسارات السياسيه في القضايا الاقليميه المختلفه مهمه، بناء علاقات تجاريه واقتصاديه، بناء علاقات سياسيه، تعاون امني ومعلوماتي فيما يتعلق بتهديدات زي الارهاب او غيره. اعتقد في كمان فكره التوازن والانفتاح مع كافه الاطراف، حتى بعض يعني حتى في توازن شديد جدا في موقف مصر من الحرب الروسية الأوكرانية ودفعها دائما لوقف هذه الحرب باعتبارها استنزاف لكل الأطراف. أعتقد أنه هذه السياسة مدى السنوات اللي فاتت في أنها تقيم سياق من التوازن يمكن أن يكون قادرا على بناء مواقف مختلفة، يعني ومواقف قادرة على التدخل في القضايا السياسية. من زي ما احنا قلنا العلاقة مع الهند، العلاقة مع قبل ذلك القمة العربية الصينية، القمة الأفريقية الأمريكية. يعني مصر دوائرها معروفة، كانت دائرة الأفريقية، الدائرة العربية، الدائرة الإسلامية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أحيا الدائرة المتوسطية، آسيا الوسطى، أوروبا، وسط أوروبا، شرق أوروبا. يعني في اتجاه عام، وآسيا العلاقة مع الصين، العلاقة مع الهند، العلاقة مع دول البلطيق. أعتقد أنه هذا الامر اولا اقتصاديا بينعكس، واصلا سياسي وايضا سياسيا، لانه بيمنح الدوله المصريه ثقه دوليه واقليميه تكون فيه قادره على التدخل والدفع نحو استقرار اكثر ورغبه اكثر في تقليل الصراع ودعم التعاون. نعم، اشكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع.